بقى بشيل الذكريات دي من دماغي خالص خالص. الصبح الصبح بكرة صباح الخير اومو. انت رؤوف رأفت رومان الدرديري؟ اومو. تعرف منار مصلحة عبد النعيم؟ ايوه يا فندم. خير بس قلقتني. خد امضي هنا. حاضر. منار بعتلك الورد ده؟ كل سنه وانت طيب. سنه هو انت بتشتغل في محل ورد؟ ديليفري يعني؟ يعني وتروح تيجي المعلم يضربك وتاخد بقشيش. يا ريت تشوفني بحاجه. شوفك بحاجات كتير يا رب. هات بس ثانيه واحده يا رب. ثانيه واحده. صباح الخير يا رؤوف. ايه مالك؟ مال شكلك مبهدل كده ليه؟ هو انت ديان باي حد غير بالمزيكا والسيمفونيات؟ ايه الورد الجميل ده يالي؟ يعني شويه حركات كده حب وغرامه ومال. متشكر جدا منور. متشكر يعني. الورد تحفه تحفه. انت الوحيده اللي افتكرت عيد ميلاد يا منور. عظيم. انت مش متخيل سعادتي. اه بقول لك يا منور ليه طلب يعني. بعد كده ما تحبي تبعتي ورد هتيب نفسك يا منور. افهمك بعدين. معلش معلش يا بابا. باي باي عشان المايه هتسقع. بابا منور. باي باي. شوف 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 قلبي الملجوم بيقول يا صباح الفل. شوف شوف. انت كل شويه هتكلميني يا مليحه. انا عرفت يا مليحه. ايه الفرق بكام؟ لا بقول لك ايه، هاتي بيض يا مديحة. فين الشاي؟ انا مش قايلك بالصبح ده الشاي ده حاجه تقرف. ايوه هاتي اللطيف ده. رخصة. حاضر يا فندم. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا فندم. اسمك راوي يا سيف الدين القاضي؟ لا يا فندم، راوي دي تبقى تيتا. تيتا؟ اتفضل حضرتك توكيل اهو. اسمك رمان حسين الدرديري؟ لا، رمان ده جده جوز تيتا حضرتك. جده وتيتا؟ اه يا فندم. انزل هنا. حاضر يا فندم. حاضر. اوك حضرتك ساعدني بس عشان عربيه قديمه. شد 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 يا فندم. شك اصل حضرتك مش واخد بالك. انا هشرح حضرتك. تيتا فندم يعني بعد ما انفصلت من جده رجعت المانيا، ان هي اصولها المانيه، عاشت هناك يعني. وبعدين العربيه دي تحفه بتاعه ابراهيم بيع وكاشر مدير مكتب الحكمدار. حضرتك شفت مسلسل ملك فاروق؟ بقول لك ايه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. انت فاهم يلا ولا مش فاهم؟ فاهم يا فندم. مفيش حاجه. انا ماليش دعوه بتاريخ ام العربيه، انا ليا دعوه بالورق. بس انا كمان حضرتك على العربيه كقيمه يعني كانتيك يعني. انت هتزولني انا؟ بتمدي لك عليه ليه؟ هو انتوا مش هتبطلوا طريقتكم دي؟ طب مين يالا؟ انا مدون. وانا ناشطه سياسيه. وانا صحفي. وانا وربنا ما اعرفهم، وربنا ما اعرف الناس دي. صباح الخير احبائي المستهلكين. اجمل حاجه نتفق فيها يوم النهارده هي ايه؟ الهمبرجر. لو كل كيلو عليه كيسين كاتشب. ما شاء الله ما شاء الله. ايه البامبرز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا. ده عرض، اشتري خمسه وخد خمسه هديه. اسيبه؟ لا تسيبه ازاي؟ اللي قال الناس اللي قال الناس. حلو مش كده؟ 470 جنيه. ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي. هستنى تليفونك. ها تصدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرايه يا بنت، حد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا امو. ممكن تقولي في ايه بياضك الاوفر ده؟ البنت دي بترمي بلاها عليا. بنت مين اللي ترمي بلاها عليك؟ دي مطبيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ، حصل خير. معلش صعب يا مهون، انت بتنفخني ليك. اتخاني لو راجل اتخاني. بس اهدى. ايه ده؟ كذاب وربنا كذاب. معلش معلش اهدى يا استاذ اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حمام الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده. الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مره. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اخرس انت، انت مصيبتك مصيبه. ايه حكايه اعزائي المستهلكين؟
احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله ويت شوفني يعني. جدك رمان عزمني. كل سنه وانت طيب. بالمنظر ده طيب ازاي؟ سامعني انا اللي مجنني بس يا موان، حكايتي ان الزبون ده من على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت اعمل ايه يا موان؟ انا بدور على كبرياء الكاشيه. قامت الكاشيه واحد فين؟ ايه ده؟ فعلت الباشا عبد الظابط. تمام يا فندم. هات يا ابن الجهاز. قوم صادق. اتفرج يا سيدي اتفرج. انا ماليش دعوه. قوم من العربيه. ده انا. ايوه انا ما بعملش. انت فاهم يا فندم؟ ما قلتش حاجه. قول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. يا احنا بتعملوا اوتوبيس يا اخواننا. انا نهار اسود ومنيل. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضره الضابط. احنا مش ناقصين يا اما قسما عظما هنقلك بعيد وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ احترم ذاتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما نايل بعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع. انجز البنت حلوه مش هتلاقي زيها. يا عم وانا قلت وحشه يا موان؟ ما انا عارف انها ذوق امه وما فيهاش حاجه تقيل. بس بص افهمني بس، انا بفكر قدام. مش ممكن مناضي لما تكبر وتعجز تبقى شبه تيتا يعني؟ لا اله الا الله، هي دي تيتا واثنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. ازيك يا بنات منار؟ ايه العربيه دي لسه عايشه؟ هتروح فين دي؟ قصه وقصه. لحظه معلش معلش. اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ واحد الراجل قال لي خطا على الموتور، انا مش هبخل على العربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف. انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. السنه اللي فات بقى يا رؤوف، فكر في بكره ومستقبلنا مع بعض. بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. اوبا منار. يا خليل القلب حازم يا رؤوف. بس بس وربنا الفامل وربنا الفامل. امشي انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه يعني بدون تكليف. ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح القسم نعمل محضر لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني لان انا ربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسمي رؤوف. عيد ميلاد يا ابني. سنه حلوه يا رؤوف، سنه حلوه يا رؤوف، سنه حلوه يا رؤوف. مجيبة منوتي مصدقتي هتلعب شوية. لا انا عايزك تاخد بالك منه يا فكري بيت. لا طمن يا رمان، انا قرص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كتمة على نفسه ومعيشاه في معتقل لمدة 20 سنة. هو انا طلقتها من شوية، هو كمان اخد مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخد إقلام وشلاليت وبنيات، تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا أمان. هدية إيه بس؟ كفاية عيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي هدية. ربنا ما يحرمني منك أهو. سلام يا سلام. إيه ده أمان؟ شهادة تقدير لحفيدي لبلوغه سن 40. ربنا يخليك يا امان. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان، ده كتير قوي يعني. دي حاجه حضرتك وكفايه ان حضرتك ربيتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله.
وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفوحني. ها انت عارف ان النص الشقة التاني باسم تيتا، انت كده بتيميني في النار. انت هتشوفها فين؟ ما هي عايشة في ألمانيا. انا عايز اتأكد ان نص الشقة بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكرة البيت المنارة دي زي القمر ومؤدبة، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله امان، ان شاء الله امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحه يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين، النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه حبيبه امان، حبيبه امان. انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين اه سيرين شفتها؟ دي حبيبه قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقه رومانسيه فريده من نوعها. طب ودي جايه من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقه عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها. انا وهي بكره هنروح نقدم في مسابقه. مسابقه يا شيخ اتنيل؟ هو انت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت لما تروح مسابقه؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، انا عارفه فشاه. لا 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 لا، انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقه الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا امه ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شويه هوا، بقالك 12 سنه ما خرجتش بقى بيه. لا يا ابني انا هعطلك. والنبي والنبي يا عم الصوله الله يخليك، هو طيارك لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي لسه ما وصلتش، اول ما بتوصل كل المطار بيعرف. اهي طيارة لبنان اهي يا باشا. سيرين مروان. اهلا 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 مروان، هيدا بيك كتير مهضوم. لا بي ايه، انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضه وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده. سيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. الف سلامة. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظة مروان، هات الشنط هات الشنط. اسمع انه مصر كتير حلوة، عبالي زور مصر زاوية زاوية. انا تخصص زوايا. انا هفرجك عليها حتة حتة، بس في الاول تقبلي بقى عزومتي على مطعم، في مطعم لبناني اكله تحفة. رمانة يعني، مول انا جاي على مصر لطعميني اكل لبناني، بدي اكل اكل مصري. الله رأيك، هو في اجدع من مصري؟ الشعر الابيض لحقت كله وقار ورجوله كتير حلو. ده انا مولود بيه. اوه يا وفا، ايه بتشوف جدك يا عم؟ الراجل ده زودك قوي. ايه ده انت غيران؟ غيران من جدي يا هبل، هيعمل ايه؟ ده بيكتب اسمه بين يا جعيل. فافش كده فافش فافش. كيف طيب الاكل؟ مفيش اطيب منك انت، خدي من ايدي دي. رمانه رمانه ما بقى فيها اكل، اسمع اتكل على امي. يا الله ايه ده؟ انت بتسقف؟ ما تشوف حالة جدك هيعلق البنت مني واحنا قاعدين كده في بقى صلاة على الحربوبة. هو انت ده غلبان، تيتا قوهته في صنف الحريم، مستقطع ليه؟ بس شوية وبعدك بتتاكل اكل. افو حمار الدلع حمار، وانا حوجيكو يا حمار، تعالى حوجيكو يا حمار. سيرين هتوحشيني قوي الليله دي، انا هسلم عليك دلوقتي وهوصلك بكره المطار. والله العظيم لاشوفك بكره اهو. رمانه راح اشتاق لك كتير والله. يا انا شايف ان مفيش داعي لحكايه الفنادق دي والكلام ده. انت ممكن تباتي في اوضه رؤوف ورؤوف ينام عند مروان؟ لا لا ده كده كتير قوي. حياتي رمانه ما في داعي، انا بنام بالاوتيل وبكره بشوفك. اوكي اوكي باي. يلا يا امان، يلا يا امان، ده انت خبطها خبطها. يلا يا امان نروح. يلا على فين؟ على البيت. لا نروح ده ايه بقى؟ اسمعوا، اكل المطاعم الهاي كلاس ده ما يمشيش معايا، انا لسه جعان.
ايه رايكم لو نضرب سمين؟ سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ماله الجرى ده؟ فيه ايه؟ لا مفيش، بيت صاحبته واحد علقها منه. امال يا ساتر، ايه الاخلاق دي؟ اخلاق سفله. امال سفله. صاحب وكان عشا من ودي. مش عارف ليه مبسوط قوي النهارده. انا عارف يا امال. قصدك ايه يا ولد؟ انت عارف وانا عارف يا امال. اسمع يا رؤوف، انا عاوزك تروح تقابل منار بكره وتقول لها تحدد لنا ميعاد علشان نروح نزورهم في البيت. بكره بكره؟ ليه الاستعجال يا جدعان؟ يا اخي سيبني اكل وانا مبسوط. الف هنا وشف، الف هنا وشف. بق الحلو فين؟ بق الحلو فين؟ لا الف هنا وشف. لا ايه خلاص خش عم كفايه كده، مش حاضر ادخل لقمه ثاني بقي. انت ليه دايما بتهرب من موضوع الجواز؟ انا عارف انك بتحبها وهي كمان بتحبك، يبقى الجمهورين عجل. خلاص اللي تشوفه. امال لا، لازم القرار يكون من جواك انت. مفيش حاجه اسمها اللي انا اشوفه، اللي انت تشوفه. ايه الهيام ده كله يا امان؟ انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول. الطراز الاول وتتجوز تيتا يا امان؟ انا هقول لك كلام يمكن اول مره تسمعه مني يا رؤوف. عايزك تبقى شخص تاني خالص، تواجه، تقتحم، تقاوم. يا ابني ما تبقاش انسان جبان وضعيف. انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوه لاولادك. الدنيا حلوه يا رؤوف، جميله، عشها، استمتع بيها وما تخافش من اي حاجه ابدا. ومان صدق الله العظيم. هو جده مات ازاي؟ فجأة موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة. انا مش قادر. بس قال لي انا عايز اكل سمين، خدته ضربنا سمين عند الضهر. شوية وقال لي نفسي في رز بلبن، خدته ضربنا رز بلبن. شوية وقال لي عايز اكل فلوكة في النيل. اتاريه كان بيودع مصر كلها وانا مش واخد بالي. وقف على فلوكه واخد بساط وفجاه هوب هوب. ايه مات؟ مات يعني هوب ايه؟ متوقف في العزب بتاعه. شد حيلك هوب. ايه شد على الله يا سمان، شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكايه بقت سخيفه قوي. معلش درجه سمان بقى. معلش معلش. ابدا يا سيدي. قال لي عايز اكل سمين، خدته عند واحد وقفنا سمين. بعد كده قال لي عايز اكل رز بلبن، وديته كا رز بلبن. وبعد كده قال لي عايز اكل فلوكه في النيل. اتاريه كان بيودع مصر وانا مش واخد بالي. خش يا سمان، خش يا سمان بقى. اهلا يا ريس. ربنا يخليك يا ريس، ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اعمل انفد نفسي من الشغل. مؤاخذه يا مولانا سوري، معلش انا اسف. انا اسف يا جماعه. المرحوم مات ازاي؟ شامبو وخد صابونة هدية. نجوى نجوى عودي مكان، عودي مكان دقيقة واحدة بس. شكة قوي منو، انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركوا بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس اتاكدي ان دي اكتر حاجة هتسعده في توبته. قلت يا منو. ماشي سوري، مش هقدر اكمل معاكوا عشان دي مش مكانتي. انا اسف. سوري سوري. يا عيني ليلى ليلى عيني ليلى ليلى عيني.
هات شاي يا ولد. يلا موان. على مهلك. جميلة. يلا موان. يا اهلا وسهلا يا شواد. نورت الورشة غالية. ما تلاقوش ما فيهاش حاجة، سليمة إن شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، إحنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل أكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع أنت في إيه؟ الله، هو كل واحد عنده حتة حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيلها. مش هتشيل؟ مش هنشيل. عادي بقى وختام اتنادي يا إبراهيم. تعمل ايه؟ انت بتعمل انت معايا سويت يا هاي سويت. تعال نطلع البلد ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجات دي، فانت كمان لعلمك مش حلو اللي بتعمله ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانية هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. همشيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا. ده انت مستهيفنا بقى يا مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا لا يا باشمهندس مالناش شوف حاجة، عشان أنا بكلم الأستاذ، أنت إيه اللي دخلك؟ تسأل كبير المنطقة إيه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما أنت تتكلم وأنا واقف يبقى لازمتي إيه؟ الراجل بيسأل، إيه دخلك؟ أنا فين من كده ولا إيه؟ أه في كده كمان. وكده كمان. ليه العنف ده يا أستاذ؟ أنتوا جايين لمين يالا؟ مش فاهم مين اسمها إيه؟ منار منار جايين لمنار. منار مين يا؟ أنت ما فيش العالم كلها إلا منار أختك هيما. شرفك. يا نهار أسود. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت يا بنت دلوقتي. طب عشان كلكم الشيش خش جوه يا بنت.